السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميعا. لصيانة مشاكل المواقع الإلكترونية أنت بحاجة لأن يكون لديك أولا مالوير سكانر على موقعك، ويسرنا في شركة جرين باك إند توفير ذلك لجميع زبائننا في استضافة الويب المخصصة للمواقع الخاصة بالشركات. تستطيع التواصل معي على الواتساب على الرقم الموضح عندكم بالشاشة، وأيضا زيارتنا على موقعنا الإلكتروني greenbackend.com، جميع الروابط تجدونها في وصف خاص بهذا الفيديو. فبداية إذا ذهبنا إلى هذا الموقع جي بي اس وود ديزاين، ندخل على الموقع بنلاحظ أول ما فتحنا على الموقع أعطانا إنه في عندك URL blacklist because it was infected by the URL blacklist. طيب إذا بنفتح على الخطأ مو بعطينا ديتيلز أكثر. هلا عشان نحل هاي المشكلة بنروح أول إشي على المالوير سكان. ندخل على المالوير سكان بنلاحظ انه لما نفحص الموقع بحكي لك good news no infected files found، فيش عندي مالوير. او ثاني شيء بتأكد انه هل البيانات الخاصة في الموقع بيانات صحيحة، هاي 205 الاي بي والاي بي فيرجن 6 205. بروح على الدي ان اس، مانج دي ان اس، بتأكد انه البيانات الموجودة هي بيانات صحيحة وهو كذلك. الخطوة التالية بروح على الملفات الخاصة بالموقع. طبعا هذا الموقع هو عبارة عن موقع وورد إبريس، فإذا دخلنا على الموقع بنروح على الويب سايت طبعا فايل مانجر، نفتح تاب جديد للفايل مانجر، برجع على لوحة التحكم الخاصة في الموقع. في عندي خيار اسمه checksum، checksum اللي هو بفحص لك بيانات الموقع هل هي بيانات سليمة ولا لا. فبدخل أنا على checksum report الخاص بلوحة التحكم وبعمل ري تشيك، بتأكد هل الملفات الخاصة بالووردبريس هي بيانات سليمة ولا لا. فبطلع لنا ان التشيك سم ايضا بعطيني انه هاي البيانات سليمة. هلا بعد الخطوة اللي بعدها بروح على ال PHP ماي ادمن. لما اروح على ال PHP ماي ادمن بعمل ساين ان، بعمل ساين ان لل PHP ماي ادمن. طبعا في داخل ال PHP ماي ادمن في عندي شو اسمه بوست او بي 2 اوبشنز، ولاحظ هذا هو الموقع جي بي اس وود ديزاين. اذا بكبس عليه بعمل ساين ان او لوجن طلع نفس الخطا، رد اعطاني اياه. فبكتشف انه راح اكتشف انه في عندي مشكله في الملفات الخاصه بهذا الموقع. فلما ادخل على هذا الموقع بدخل على index.php، اللي في داخل index.php طلعت هنا من اول شيء من نديل هو البلوج هيدرز، فيش مشاكل فيه. روح على البلوج هيدرز، بقرأ ملفات البلوج هيدرز، طلع دبليو لود فيش مشاكل. اذا بندخل جوا على دبليو بي كونتنت في عندي ملف اسمه بلجنز، بدخل على البلجنز. طبعا في عندي ثرايف برودكت مانجر، ثرايف فيجوال اديتور، فيش مشاكل. بروح على المو بلجنز بكتشف ايضا ما فيش مشاكل، لكن ستيل بعطيني هذا الخطا اللي انتم شايفينه. فمن الخطوات اللي ممكن انا اشتغل فيها، اول شيء بروح على WP شحطة ادمن على الويب سايت، بفتح الادمن على الويب سايت، بروح على WP شحطة ادمن وبشوف ايش الخطا بالضبط اللي بعطيني. بحكي لي this is malicious software، في عندي مشكله في الويب سايت. فاول شغله بقدر اعملها لما يكون عندي هاي الخطا انه افحص malicious link detector malicious URL scanner. فبروح على malicious بعمل insert لل URL اللي بدي افحص عليه وبعمل enter. في كثير مواقع طبعا بتعطيك هاي الخدمة، وهاي الخدمة طبعا بتفحصها عن طريق فحص البيلود. فأول ما ندخل على الويب سايت بنطلع انه في عندنا ريسك عالي في سبام، وفي عندك مشكلة في ال DNS records. اوكي، في مشكلة في ال DNS records. اول خطوة بقدر اعملها عشان افحص الملفات بتأكد ملف ال HD access هل في ملفات مضروبة. تلاحظ انه كل شيء تمام، فيش في مشاكل. طيب اذا بنروح على الايميل، بروح على الايميل ادرس، في عندنا خيار اسمه DMARC Wizard،
بروح دي ام ار سي ويزرد، بختار هنا نون وبعمل اد دي ام ار سي، بروح على الدومين كي دي كي اي ام وبعمل اس 1 وبضيف كمان الاس 1 ريكورد، وطبعا بروح على الهوم كمان مره. في عندي شيء اسمه الايميل ادرس، الايميل اكونت، بشوف انه هاي الايميل اللي عندي، وبعمل تشينج للباسورد تبعت الايميل. اوكي، بعد ما اغير تشينج للباسورد تبعت الايميل بروح على الهوم كمان مره، بروح على الفايل مانجر، بروح على الببليك اندرسكور اتش تي ام ال. هلا هنا في الملفات اللي انت شايفينها في عندي شي اسمه دبليو بي كونتنت. هلا باجي بعمل رينيم للدبليو بي كونتنت، بسميها دبليو بي كونتنت 2، بعيد تسميه دبليو بي كونتنت 2. في عندي ملف اسمه دبليو بي كونفيج، بعمل له دبليو بي كونفيج دوت بي اتش بي 2، بغير تسمية هذا الملف والملف. بعدين بروح على موقع اسمه ووردبريس، ووردبريس داونلود، بروح على ووردبريس داونلود، بنزل اخر نسخة من الووردبريس داونلود. بعملها تحميل طبعا من الملفات. بعد ما تعمل تحميل للووردبريس بنروح على نفس الويب سايت اللي عندنا على الفايل مانجر، طبعا فين دبليو بي ادمن، بعمل له 2 بسمي دبليو بي ادمن 2، والدبليو بي انكلودز بعملها دبليو بي انكلودز ايضا 2. فشوف انا عدلت دبليو بي ادمن 2، دبليو بي كونتنت 2، دبليو بي انكلودز 2، وايضا ملف اللي هو دبليو بي كونفيج 2 صار. طبعا هون بكون ينزل، عم بنزل في ملفات الووردبريس الاصدار 6.52، بنتظر عبين ما يحمل. بعدين باجي بعمل هنا ابلود وبختار الملف اللي انا عايز احمله. بعد ما ينزل عندي طبعا بسحبه دراج دروب، اذا بتقدر بهاي الطريقة تعمل له دراج دروب وتعمل له ابلود ونرفعه على الموقع. هلا كخطوة أولى هذول الملفات اللي أنا عملت لهم رينيم دبليو بي انكلود ودبليو بي ادمن بعملهم ديليت. دبليو بي ادمن 2 بحذفه، والدبليو بي انكلود برضه بعمل له ديليت بحذفه. اوكي، باجي على الملف هنا بعمل له اكستراكت، اكستراكت هير للملف الووردبريس بعمل له اكستراكت. بعدين باجي بحدد جميع المحتوى الموجود هنا، ممكن نعمل له سيلكت الكيبورد، نعمل له هيك نحدد جميع هاي الملفات. دبليو بي كونتنت، دبليو بي ادمن، حددهم كلهم. ملف الدبليو بي كونتنت انتظر شوي ما بدنا نحمله، بعمل قص كت، برجع للببليك بعمل له بيست، بعمل ريبليس لجميع الملفات. ممكن 10 ملفات هم اكثر، عملت لهم ريبليس. بعدين بحذف ملف الووردبريس الزي اي بي فايل، بروح على كلمة، بنرجع كمان ووردبريس هنا، اتأكد انه هذول الملفات لازم يتم نقلهم، بعملهم لصق كم مرة اتأكدهم تم نقلهم على الصفحة الرئيسية. بعدين دبليو بي ووردبريس فاضي، بروح على الببليك بحذف الملف. طيب هلا فيني ملف اسمه دبليو بي كونتنت، في داخله ملف اندكس دوت بي اتش بي، طبعا بحكي لك سايلنس از جولد، هذا اشي ممتاز. وفي عندي ملف هنا دبليو بي كونتنت 2، في ملف داخله اسمه اندكس دوت بي اتش بي، بروح بدخل عليه طلع سايلنس از جولد، ممتاز. فبديش انا ملفين، بدي ملف واحد، فبروح على دبليو بي كونتنت الجديد نسخته بعمل له ديليت، بروح على دبليو بي كونتنت
فعملوا رينيم وغيروا دبليو كونتنت عادي. الآن أنا عملت استبدال لكل الملفات. في عندي ملف اسمه wp-config2 بعمل له رينيم وبرجع للاسم اللي هو wp-config.php. طبعا بعد ما نعمل كل هاي الحركات احنا استبدلنا ملفات الووردبريس اللي على الموقع. الآن بدخل على الادمن كمان مرة، بعمل ريلود، بعمل انتر، بعطيني بلاك ليست، بحكي له URL بلاك ليست. طيب نجرب نعمل كوبي بيست، نحط HTTPS بدل HTTP. كم مرة بعطيني this malicious software. طيب شو الحل في هذه الخطوة؟ طبعا باجي على الويب سايت اللي انا بحاول اشتغل، بحاول ادخل عليه ومش راضي يخليني ادخل، فنشوف شو الاشكالية. طبعا احنا عملنا تعديل على الملفات، ظبطنا العديد من الامور، لكن في شغلة ظلت ما اشتغلنا عليها اللي هي موضوع رخصة الحماية. تأكد ان رخصة الحماية فعالة وشغالة. ممتاز. HTTPS باجي على خيار force HTTPS وبفتح الموقع كمان مرة. رد نفتح الويب سايت، شو راضي يفتح معنا. نجرب نعمل اللي هو اشارة question mark بعد الاسم، برضه ما بيزبط معنا. فبنجرب نفتح على متصفح اخر هو فايرفوكس، بنجرب نفتح برضه بعطيني نفس الاشكال، an error occurred، مش قادر يوصل للويب سايت. طيب بنجرب ندخل على الادمن، برضه نفس الإشكالية، مش قادر يدخل على الويب سايت. طيب ممكن نجرب حل آخر. في عندنا دائما في داخل ملفات الموقع في إيش اسمه index.html أو readme.html اللي هو readme.html. بجرب أفتحه في البراوزر، طلعت حتى لما احاول افتح على البراوزر بعطيني خطا، مش راضي يفتح الويب سايت. طيب فينا خيار هنا اوكي، خيارات البلوك، خيار الإدج كاشينج، نعمل بيرج، وخيارات اللي هي تا ال DNS، نجرب نعمل ريسيت ديفولت سيتينجز، نعمل ريسيت تو ديفولت DNS. هلا فيل تو سي بليز كونتاكت سبورت. اذا انت عم بتحاول تغير في الريكوردز ما زبط معك، تيست، نجرب نعمل ريكورد جديد، نعمل ابديت، لاحظ انه زبط الابديت تبع الريكورد الجديد. نفتح تيست، طلعت نفس الاشكال، بعطيني ان التيست في مشكلة في الـ URL blacklist. فبقدر اروح على جوجل اعمل remove website from blacklist، هذا الخيار. بروح على الـ remove جوجل website from blacklist، وبجرب كمان شغلة اخرى، افتح الويبسايت proxy URL، بجرب اعمل بروكسي لليو ار ال، احط الرابط الموجود عندي هنا واعمل جو. الويب سايت الاول مش شغال، بجرب ويب سايت ثاني وثالث بنفس الآلية. بجرب افتح هذا الويب سايت، اوكي هذا مش ظابط كمان.
نجرب كمان هذا الويب سايت. بأي طريقة بنحاول ندخل على الويب سايت نشوف هل المشكلة في ال في اليو ار ال ولا لا. هلا في عندنا مثلا هون ويب سايت بحكي لي library login. نجرب هذا الويب سايت ندخل له على هذا البروكسي. نفس الشيء ما بالضبط معي. طيب نبحث عن URL blacklist. What is URL blacklist? URL blacklist. How to avoid it with URL blacklist. طيب احنا عرفنا جميع البلاك ليست على الويب سايت، لكن ستيل بعطينا this website is blacklisted. نجرب ندخل على temporary address. ضع نفس الشيء، بعطيني ال في problem على الدومين. طيب temporary address نفس الشيء، بعطيني عليه issue. بنجرب شغلة أخيرة، نروح نعمل settings. ومنغير ل HTTPS ل HTTPS. نغير اللينك ل HTTPS. ونجرب نعمل reload. شوف تأكد تغير ولا لا. تمام. ونجرب نفتح كم مرة. طيب اذا ما زبطش معك تفتح في وضع متخفي. بنجرب نفتح كمان مرة. نروح details. طيب اذا http لحالها بعطيني error، لكن مع https طلع فيش عندي خطأ، ما بعطيني الخطأ السابق. اوكي وهذا which is good. طيب اذا فتحنا readme فايل، في عندنا هو readme.html، تلاحظ مش قادر يوصله. طيب لو خلنا خلنا على security headers، عملنا remove all headers، عملنا save. رحنا على web edge caching. فعلنا ال development mode. عملنا purge. فتحنا على الويب سايت كم مرة. بدنا نفعله تحت اطار HTTPS. طلع لساته بعطيك same error. خلينا نشوف نراجع البلاجنز الموجودات. فينا كلاسيك ويدجت، فينا مينتيننس. شيل المينتيننس.
جرب نعمل دي ان اس تشيك، لازم تمام. نيم سيرفر تشيك تمام، تكست تشيك طلعت تمام، سي نيم تشيك طلعت تمام. في الويب سايت شغال 100%، لكن مشكلة في الإعدادات. طيب طيب غيرنا احنا العديد من الملفات، غيرنا العديد من الملفات وعملنا طبعا اللي هي الاكس لوج تشيك على الايرورز. طبعا طلع هنا الاكس لوج فيش، مش بعطيني ولا خيار في الاكس لوج. ففي اكثر من موقع ممكن نفحص البلاك ليست للويب سايت، نشوف كيف ممكن نحل مشكله البلاك ليست. هلا احيانا بكون البلاك ليست حسب الاي بي، يعني الاي بي تبع الموقع الحالية مثلا هو على الاي بي التالي 205، فممكن انا اروح افحص اعمل تشيك على الاي بي اشوف هاي المشكلة على الاي بي ولا لا. فبعمل تشيك ماي ادرس، فبحكي لي انه هذا الاي بي اتس نوت بلاك ليستد. هذا شيء منيح، فالمشكلة مش على الاي بي. اوكي نعمل على اللي هو سايت تشيكر، في سايت تشيكر اللي هو بفحص على الويب سايت اليو ار ال تبع الويب سايت، نحط هنا نعمل تيست، نروح كمان على ال نعمل تشيك بلاك ليست، في مشكلة في الويب سايت تبع تشيك، نعمل على ال على التول بوكس بطلع فيش عندي مشكلة على ال بشكل عام فيش عندي مشكلة على الويب سايت، يعني الويب سيرفر باست، البلاك ليست باست، كل شي تمام، فيش عندي مشكلة على الويب سايت. في عنا الجوجل سيف براوزنج، بحط الموقع هنا بعمل سيرش كم مرة، فيش ديتا على الويب سايت هذا، فيش عندي يعني فيش عندي مشكلة عليه. اوكي ف بشكل عام الويب سايت السيف، بس في something wrong with within the الإعدادات الخاصة مرات في الموقع نفسه اللي هي في ال ممكن في الأنتي فيروس اللي أنت حاطه اللي عندك. فخلينا نفحص بدون الإعدادات، يعني بدي أجي أعمل right click على الأنتي فيروس، أروح على المنيو، أروح على settings basic protection، في full protection، في web protection، في basic. هلا أنا راح أروح على basic protection، راح أطفيها شوي لمدة ساعة. أوكي وأجرب أدخل على الويب سايت وهي مطفية. طبعا لما دخلنا فيش مشكلة على اللينك على الأدمن، ندخل فيش مشكلة، بقدر أنزل أعمل أبديت للبلاجينز. ونزل إضافة للحماية، بعمل add new، ونزل word word fence، ونزل إضافة word fence
للسيكوريتي عشان ما يكون عندي اي مشاكل في الويب سايت. بنزل هاي الاضافة اسمها وورد فرنس سيكوريتي، بعملها اكتيفيت. اوكي بعمل get your license و get the free license. انا لازم تحط الايميل الخاص فيك عشان تدخل على اللوحة. ممكن ندخل على الايميل نشوف شو الايميل الموجود هنا. بعمل register. وبعدين بفتح الايميل. your WordPress license. بنسخ اللايسنس هنا او بعمل انستول ماي لايسنس اوتوماتيكلي. انستول لايسنس ممتاز، تم تنزيل اللايسنس. طبعا هو عم بيعمل سكان للملفات الخاصة في الموقع وعم بيشتغل. طبعا الاداء اوتوماتيكلي بتتفعل عندك. اوكي في هنا العديد من التولز الخاصة بالفحص، بس انت تقدر تروح على التولز هنا من الاداة التولز وتعمل فحص على البيانات الخاصة بالموقع. تعمل هوز، في هنا خيار diagnostics تفحص. اوكي في هنا خيار live traffic وفينا مانوال سكان. طبعا هو عم بيعمل سكان، احنا فحصنا على لوحة التحكم نفسها ما في عنا اي فيروسات وهذا شي ممتاز. فبنفحص على الالية التانية اللي هي الية الفحص. اوكي متأكد ايضا من الابديتس اللي عندنا هنا. تأكد انه اي ثيمات ما بلزمنا اياهم نحذفهم، يعني زي مثلا ثيم 22 هاي بعملها ديليت ما بدي اياها لانه اريد مستخدم ثيم ثاني. 22 3 بحذفها، 24 خليها. فبعمل ابديت بس لهذول 2 ثيمز. اوكي بعمل انيبل الابديتس الاوتو ابديتس. اوكي طبعا برجع على الوورد فينس اوتوماتيكلي. لاحظ ان الواف شغال عندي. في هنا خيارات الاوبتمايزيشن بحكي لي نزل ملف ال htaccess اللي هو المعدل. في ملف htaccess معدل، في اعدادات لل ووردبريس. اوكي وبحكي لي كونتينيو. كل نايس ورك، ذا فاير وول از ناو اوبتمايزد، بروت فورس بروتكشن. طبعا ده بتلاحظ ملف الووردبريس هو نفسه تقريبا الملف الموجود عندنا، مفيش تعديلات فيه. في الداشبورد بتلاحظ انه لما نيجي نعمل سكان
طلعت كل الأدوات تمام. في كمان أوبشنز أخرى في اللي هي المالوير، بس نحن طبعا فحصنا من نفس اللوحة، مش شرط تشتغل وورد فنس. أوكي، تولز هاي مهمة جدا في الفحص، diagnostics، الفايرول فعال، واف فايل سيستم، كل شيء تمام، themes، cron jobs، IP detection، server. فهيك الوورد فنس يعني بيكون شغال عندك 100%. وبتقدر طبعا تستمتع في سيكوريتي عالي، يعني كحماية مضاعفة عندك على الويب سايت بعد ما تنزل اللي هو الوورد فنس عندك على الموقع. فاحنا عاطين ستاندرد سكان، اي مشاكل اي صعوبات راح تعطيك اياها مباشرة اوتوماتيكلي. الفايروول طبعا شغال على ستاندرد مود اللي هو انكلود بروت فورس ديتكشن، يعني الاعدادات الافتراضية وهي اعدادات كويسة. فالان تقدر تزور الموقع تستمتع في الاداء والسرعة بدون اي مشاكل تذكر. طبعا بالنسبة لمشكلة الـ AVG او الـ الانتي فيروس اللي حكينا عنها، هلا اذا تكررت عندك اي مشكله في الاي في جي بيكون معمول على الويب سايت ريبورت. اوكي، فاحنا ممكن نعمل كالتالي، تقدر تنسخ كوبي لل ايرور مسج. اوكي، وبعدين تروح على الويب سايت اللي هو المنيو سيتينجز، روح تولز، طبعا فينا هنا اداة الـ AVG، فيشن الاكستنشن. طيب نروح على AVG URL shield false. yeah. false positive، هي بسموها false positive report. فأنا بروح على URL. اوكي، بروح على URL، بروح على الويبسايت، هذا هو الخطأ الالرت اي دي. اوكي، ديتكشن نيم، بعطيه الويب سايت اللي هو الفورس نيجاتيف اللي عامل عليه خطأ، وبحط اليو ار ال ويور ايميل ادرس، بعطيه الايميل ادرس، ديتكشن نيم، طبعا ديتكشن نيم اللي هو خطأ بعطيه اياه، يو ار ال بلاك ليست، يو ار ال ليست سبميت، هاي فولس بوزيتيف. شو الفولس بوزيتيف؟ لما يكون الرابط شغال 100% لكن هو بعطيك عليه انه هذا الرابط فيه مشكلة. فاحنا بنبعت للاي في جي بنحكي لهم لا يا عمي هذا الويب سايت شغال فيش عليه مشاكل، وهذا الثريت اللي انتم بتعطونا اياه هو فولس فولس بوزيتيف، لانه فيش عندنا اي ايرورز، فيش عندنا اي مشاكل اي سبامز على الويب سايت المطلوب. يعني لو في عندك مشكله في الويب سايت لا سمح الله، في عليه مشكله في عليه اشكال، على طول ببين معك من خلال صفحه تشيك سم، لما نعمل تشيك سم على الويب سايت اللي هو هاي الخيار، او من خلال لما تعمل مالوير سكان على طول بعطيك انه في اذا في مشكله معينه بعطيك اياها. فاحنا لما عملنا تشيك سم فيش مشاكل، وايضا لما عملنا سكان بعطيني جود نيوز فيش مالوير، فهاي انديكيشن ما في عندك مشكله في الويب سايت، وهي بتكون احيانا فولس بوزيتيف.
طبعا شفنا كيف نعطل الانتي فيروس، كيف نفحص، وممكن طبعا تفحص، يتم الفحص اكثر من ويب سايت، اكثر من موقع، يفضل اكثر من شبكة احيانا، تتأكد انه ما في عندك مشكلة في الويب سايت المحدود. طبعا دائما تقدر تروح على اليوزرز اللي عندك، مستخدمين على الويب سايت، تقدر تروح على الباسورد وتعمل تشينج للباسورد من وقت لاخر. فالفيديو شفنا كيف نحلل ونعمل ديتكت لمشكلة، وشفنا كيف نحدد وين هي المشكلة. بالنهاية طلعت هي المشكلة في الانتي فيروس فولس بوزيتيف. فشكرا لكم للمتابعة، أتمنى يكون هذا الفيديو نال على إعجابكم، ونراكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى قادمة. كده معكم أحمد ناصر من جرين باك إند للاستضافة.